شو اسمه انه في شغلات تختلف بين العلم والدين. ما فيش حسب ما شفت. ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الأمثلة؟ بس الأمثلة هذه يعني لو شفت أسأل علمي ما بكون في اختلاف. اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل، بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدامه وخلصت فكرة. مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغي. الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف هي مش غايبة عن الأرض مطلقا. طلعت الشمس بالنسبة للي في المنطقة هاي بالنسبة هاي بالنسبة صار في ظل يعتبر ليل. الله يهديك. طب اجيب لك أطلس. اسمع نحن ما بدنا نحكي هلا بالنسبة. العلم يقول انه الشمس تغرب وتطلع، ولا الشمس مضيئة دائما وابدا، وانما الارض هي بسبب دورانها حول الارض بيصير فيها ليل ونهار. بس مش بس بس جاوبني عن سؤالي. كيف يعني هو هلا انت بس بدك تحكي؟ لا بدك تجاوب. الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل. صح انت تحكي غروب معناته انه بس يتغير موضوع. الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون. ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي بيكون في انكسارات. بس لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون وراء. يعني بكون نتفة صغيرة بس بسبب الغلاف الجوي. بس الله يهديك. يعني يا اخي هذا عم تشوفه انت بتقول طلعت الشمس. شايف طلعت الشمس هي بتكون هون. بتكون هون. بتكون هون. لكن هون مبينة؟ مبينة. لا مو مبينة. كيف انا الشاعر؟ طب مثال تاني. انا بعد 146 مليون كيلومتر مربع. مربع كيلومتر. كيف؟ في امريكا شوي. طيب الآن يعني الشمس غربت ما غربت كانت لا لسه في محلها. سمح لي لأنه سيدي الشيخ مشان هيك أنا اسمح لي. محمد بده يحكي بيقول ما خلاص. طيب خلاص أضرب مثال. الأمثلة أمامك. عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. في شغلات في الدين كانوا قبل يعتبروها غير. أما إن لك عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. أنت لا تحكي الآن شيء من عندك. لأنه نحن بدنا نقرب الموضوع ما بدنا نبعده. كيف؟ هلا شو بدك؟ الشمس تشرق وتغرب. خلاص شرقت وغربت علميا ودينيا. الشمس لا تغيب ابدا دواره في فلك. ما تغيب لكن نسبيه بالنسبه لنا نحن فكرا علما. الشمس لا تغرب ولا تشرق. صح؟ للي مش في الارض. لا تعلل لي انا من لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي في الحديث. وانا شايفك انت حابب تحكي تتحرك بس احنا بنطلع نفس الموضوع. ما مشكلة هذه. شو بعرفني؟ شو بعرفك طيب؟ مثال ثاني هات. انا بدي احكي مثال على دول. خير ان شاء الله، تفضل. اول شيء في مرج البحرين يلتقيان. نعم. بينما مرزق العظيم. قبل ما عرفوش يفسروها. اعتبروا مرجة من ارسلة. والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس. بس هلا زي ما العلم اثبت
انه البرزخ حاجز غير مرئي، بس في حاجز مش يابس. ماي مثلا بحرين جنب بعض، بحر ونهر، نهر ونهر، هذا كثافته 1.2 ثقل كيلوغرام، والثاني واحد، خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 و 26، بضل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير المرئي هذا، ما اكتشفوه غير جديد. قبل كانوا يعتبروه اليابسة، طلع غلط بعدين. في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو، أسلم من وراها الشغل، إنه ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن. مثال خلصت. خلصت. الله يعطيك العافية. يعني أخذتنا الله يجزيك خير. اللهم آمين. فاللي بيعتبروه كانوا إنه ما بتناسب مع الدين، مش ما في أي علم بيختلف مع الدين، لأنه حسب ما أثبت العلم إنه الشغلات اللي وضحها القرآن اللي كانوا يعتبروها زمان هن هراء، هلا أثبت العلم إنه هذا هو الصح، وإن اللي فكروا الغلط. طيب هلا بدي أسألك سؤال. فلو أثبت العلم هلا إنه في إشي في القرآن غلط، هن اللي رح يكون الغلط. كويس. هلا بدي أسألك سؤال، هل تماثل بيصير بين الماء العذب والمالح؟ ما بيختلط اخيرا يعني؟ ما بيروح البرزخ؟ لا، البرزخ اسموزي يمكن مفروض يختلط، بس ما بيختلطش. كيف لا يعني؟ هلا لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمه بتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالح؟ بتبدل. بضل مثلا اوضح لك كيف. لا ما توضح لي، ما عندي حاجة، انا بدي افهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي قديش طول البحر الابيض المتوسط الممتد من ساحل سوريا الى اسبانيا ومضيق الجبل طارق بتم الماء؟ مش انا سؤال مو مشان جاوبني بعرف، لا بس بتم الماء النيل اللي صاب في البحر متميز ولا بيختلط؟ ما اثبتوا بظل متميز. ما اظنك انت بقى، بس احكي لك انا ما ادعي الى علم في المساله، لكن ما اظنك تتكلم بعلم. احكي لك كيف بصير. اتبدل مع مية البحر، اجا فيه من مية البحر اجا للنيل، واجا من حرارة مية البحر للنيل. هيا في الكتاب. لا هيك هيدي الكتاب. الشيخ المعنى النظري انه كذا في نهرين جنب بعض ثم اختلط مع بعض في نخبة ثم انفصل، يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس خاصة خواص. انت حطيت الكلام، طول بالك الرجاء يحكي من يمك، لك تصبر عليه. انت هلا حطيت اضافة على كلامه ثم انفصل. نعم صح؟ نعم. طيب هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟ لا. طيب في اختلاط؟ لا. في اختلاط نعم. هو ما عم يقدر يقول في اختلاط. لا انا لانه قائم في ذهنه انا يعني احاول ان اوضح له ذهني اللي فيه اختلاط ولا ما في اختلاط. في اختلاط بس بضل في حاجز. ما هو الحاجز؟ بختلطوا بس زي تفسير القران. ترك لي هلا بين لي طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل في ايش الحاجز؟ شوف مثلا البحر هون والنيل هون، راح يضل حاجز هون لو كانوا على نفس الارتفاع. في كلام علمي وقت يشوف وزير العالم الفرنسي في اختلاط الماء الجوفي.
يا أخي الله يهديكم، لا تبسوا على الموضوع. بحر النيل ينصب في البحر الأبيض المتوسط وبتماشي متميز. طول بالك، أنت بدك ساعدنا أنه نفهم ويفهمنا ولا بدك بعدنا عن الموضوع؟ كانوا على نفس الارتفاع هيك، مية النيل ومية البحر الأبيض، راح يكون في حاجز، راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل. هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها، وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها. مش يعني إنه مو راح يروح من النيل للبحر، بس في حاجز، هذا الحاجز ما بمنع انه مية النيل تروح على البحر ويختلط بماء البحر. بس بضل في حاجز. لا، بس تقول في حاجز معنى ما اختلط. مو هذا الحاجز بيخترقه، شو ما بيخترقه يعني الحاجز بيحجز بين كثافتين. يعني في البحر، البحر الأبيض في مي بين النيل والبحر. أنت كلامك صحيح. إذا التقى النهرين في نقطة ثم انفصل. لا، مش هذه القاعدة. هو مآمن بكلام الغربيين أكثر من اللازم، أكثر من اللازم. هذا كلام القرآن. أنا حسب ما أجاز العلم. لا، أنا بدي ألفت نظرك، قلت أنه تبين أنه قول المفسرين خطأ. هذا خطأ منك أنت. لا، أنا شو اسمه، في شغلة تانية كمان طلعت زي ما بيحكوا المفسر. يعني هم بيقول شغلنا على أحد العلماء المسلمين بيقول إنه نصف النهر والبحر، ودل على إنه بالقرآن في آيات تقول عن البحر وعن الأنهار. فقال إنه البحرين يعني فعلا البحرين المالحين. فوصل في توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن الأخرى، وبينهما هذا الحاجز، بحيث أن الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلط نتيجة هذا البرزخ اللي موجود بينهم. أما إذا انتقلت ماء البحر هل هو هل كان يقول ما اختلط؟ هل هو عم يرد عليك قال بيختلط؟ بيختلط بس في أشياء وفي أشياء. النهر والبحر يختلطوا لأنه ما إذا ما بصح على البحر الواحد، الجزيئات بتختلط بس الماء بضل نفسه. هاي البحر دلالي عن النيل والبحر. شو نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر. نعم نعم. حسب الأشكال كيف كتابة كل من. أيوة. كلات من ثلاث. نعم. نهر ونهر وبحر وبحر وبحر. أيوة. دائما في فاصل بينهم. أيوة. ثلاثة الكتابة. وهذه لها معادلات معينة أستاذ. صحيح تجي معادلة باتجاه إن كانت يابسة إلى ماء بحر تيجي بشكل آش، طبعا إلها إكس واي بيرتسم بشكل معين. هو كلام منطقي، كلام مضبوط. لا تقول منطقي، قول علمي. هي علمي. لا تقول منطقي. وعلمي أستاذ. هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة، مي مالحة. عند هذا الخط الوهمي اللي بيحكي عنه اللي بسموه بالآشز، عرفت كيف علي؟ هون بتلاقي هون مثلا من الخط هيك مي حلوة، من الخط هيك مي مالحة. الكثافة اللي هون الاختلاط بيحكي عنها إنه في بعض الجزيئات قد تتساوى في 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 الكثافة وفي الحرارة، بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط. تعرف كيف علي؟ خلينا أوضح الصورة. أنا كلام لا أبو أخدام، هو الاختلاط بيحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان، معناها في مكان في نقطة محددة للمالح والحلو، بس هذا هو يعني يعرف المالح للحلو، بس إنه أحدهما لا يطلع على الآخر. واللي بيصير إنه الجزيئات بتتساوى مع بعض. أمثلها بمثال أبسط. يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر، بيكون باتجاه الارض اليابسه.
يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي رأسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقة بتكون بتطلع مي حلوة، هذا بتشوفها باسكندرية كثير، عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بصبوا بطون وخلافه. هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا استاذ حتى يصلوا الى المي المالحة، عرفت كيف علي؟ يعني مثلا اذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر، هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير، البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل المي المالحة، على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر، بكون الخط ماشي بهذا الشكل، الخط بهذا الشكل تماما، عرفت كيف علي؟ هنا مي مالحة هنا مي هنا مي حلوة، هذا اللي بيحكي الكثافات مختلفات. نعم فيها شك والحرارة مختلفة وكل شيء. نعم هي مثلا أوضح من هيك بكثير، يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطة لا يمكن أن يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي، هذا لا يمكن أن تنتقل، هذا الحاجز ينتقل من مكان إلى آخر، هذا الحاجز بظل أبدي موجود. نعم. هذا هو بناء على الكثافات. أي نعم بظل، لأنه كثافة الماء في البحر الواحد في البحر الواحد أو في البحرين أو في البحرين. بس سيدنا هذا اللي هذا الضغط اللي بيحكي عنه بيقدر شوي يزيح هيك ويزيح هيك وحسب الكثافة، بس المهم إنه بتخلوش في بعض. تجربة بسيطة، الآن خذ كاسة الشاي حط المي السخنة وحط فيها السكر وامسك معلقة ودير الشاي، بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف يعني، فهذا بظل، لكن انت لك تحبكهم اختلفوا، لذلك لما بينزل المية استاذ الشيء مختلط بالشكل التالي، انت بتسأل على مي جارية نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعة جريانه، ممكن اذا كان سرعة جريان خلينا نقول 100 كيلو في متر في الساعة، على بعد نص كيلو يختلط مع الماء، يختلط اختلاط كلي، يعني هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية، هو هي يعني حكاية عنها هي انت بتقول له هو بيقول بلا ايش فايدة؟ لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر. يعني أنا هو ضرب هذا المثال لأنه يعتقد بأنك تقول بأنه يوجد خلاف بين العلم والدين. ما خليتون أشرح. يلا هاي الأستاذ عمل لك شرح تفضل. هون في مي مالحة هون في مي مالحة، هاي كثافتها زي ما حكيت تختلف، في اختلاف بيناتهم المهم، بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني، بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بصير زي دائرة بتلف، بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية، ودرجة الحرارة نفس الشيء، كان درجة حرارة من هون وترد تلف كمان درجة وترد. هذه هي بداية الخطة اللي احنا بنحكي عنها. بالضبط احسن فارس. هذه هي. الآن وضحت. لسه الله أعلم. تفضل شيخ. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر كله إليك كان عم مسؤولا. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لا والله بس شفت الموضوع.